في 20 أيلول من العام 2000 أطلقت بكركي نداءها الشهير الذي أطلق هو الآخر دينامية واسعة أدت بعد تقاطعها مع ظروف داخلية وعربية ودولية إلى تحقيق هدف أساس خروج الجيش السوري. وجرت العادة أن يصدر بيان في مثل هذا الشهر تركز فيه بكركي على الثوابت. في أيلول 2011 البعض ينتظر، ولكن حكما المتغيرات على أكثر من صعيد سترخي بظلالها على أي نداء. قبل 2005 كان في جامع للقيادات المسيحية وبقيادة بكركي، وهو موضوع السيادة الوطنية، موضوع الوصاية السورية في لبنان، والمطلب يلي كان وحد فريق مسيحي كبير. طبعا اليوم في محطة أخرى وهو الوضع الإقليمي، وتحديدا الوضع بسوريا، وهذا له تأثير وتداعيات على الوضع اللبناني. اليوم في مسألة أخرى، في بطرك جديد عنده مقاربة أخرى وعنده طريقة أسلوب عمل يختلف عن البطريرك سفير. من رافق نداءات بكركي السابقة يراقب اليوم مواقف البطريرك بشار الراعي الأخيرة، ومنهم من يرى فيها ابتعادا عن بعض الركائز. لذلك هناك تمنيات بصدور نداء ينطلق من الثوابت ويثني عليها. شكل نداء الأول مرجعية بالمجمع البطريرك الماروني الأخير اللي من كم سنة طلع، في مقررات كبيرة كتير بتقول أن حول الدولة المدنية، حول دور فصل الدين عن السياسي، يعني في قرارات كتير مهمة وأنا برأيي بدها ترجمة. واليوم هذا هو التحدي أمام الكنيسة وأمام المجتمع اللبناني ككل، مش نوسع الفروقات، مش نوسع الخلافات، مش نعزز الاصطفافات الحاصلة. الكنيسة مطلوب منها تعيد النظر لترتيب أولوياتها. فإذا نحن بحاجة لنوجد مؤسسات، وقت يكون في مؤسسات ساعتها شعار الشركة والمحبة بيقوله ترجمة، يعني معناتها صار في مشاركة بين رجال الدين، يعني مجلس الأساقفة، يعني ما بعود واحد يستفرد بالقرار أو يلزم الآخرين، وبين مجلس الأساقفة والعلمانيين. والمحبة أنك أنت تكوني ما عم تفرقي بين أبناء الشعب اللبناني، عم تعتبري أبناء كل الطوائف هن نحن بيجمعنا فيهم المحبة والثوابت اللي احنا كلنا متفقين عليه لبناء هذا الوطن. ويبقى أن الجميع يعول على بكركي وسيدها عند المحطات المفصلية.